السلام عليكم الزينات كراكم نتمنى راكم بخير مرحبا بكم معايا على قناتي كوك إلين دي كيما عودتكم ولا كيما ما, ما عودتكمش الفيديو هذا مو غير على العاده الفيديو هذا مشي طياب مشي وصفات كيما كتشوفو عباره عن طريقه تزيين ولا ديكوراسيون تاع الجهاز تاع العروسه كيما كتشوفو جبتكم هذا الجهاز اللهم بارك تبارك الرحمن قولوا كاع معايا ان شاء الله ان شاء الله اللهم بارك لهذه العروسه وان شاء الله زواج هنا ان شاء الله والعقوبه ان شاء الله البنات اللي راهم باقيين اللي راهم مخطوبات واللي مازال ما خطبوش ان شاء الله يا ربي يجيب لهم عريس لهنا ان شاء الله واللي مازال ما, ما عندهاش الدريه ان شاء الله يا ربي يرزقها الدريه صالحة المهم ندخلوا في الفيديو كما كنت تشوفوا البنات هذا الفيديو جاء عباره عن طريقه تزيين جهاز على العروسه كيما راكم تشوفوا دروك البنات راهم يمدوا ديكوراسيون شابه للجهاز هادو لي فاليس كيما راكم تشوفوا ديكوراتهم بهادو لي فلور كانت خدمتهم بال بالفينا بالنسبه لي يعرفوا لهادو ال هادو هاد الاشياء بالفينا وهذيك لا خدمتهم و ولصقتهم بهذاك حتى <applause> نتفكره المهم كما كتشوفوا هنا راني نعممكم اون جينيرال هذا الجهاز هذا الصالون بسم الله ما شاء الله تاني توب دي توب جاي في الكري بالغوز هذاك لي جوتي تاعه بالغوز كليغ والصالون جاي في الكري هادو لي فاليز لي سيري كامله تاني جايين في الكري تاني فيهم القش راكم عارفين لي بيجاما لي توني تاع الدار تاع برا راكم عارفين جاز كيفاش يجي وديكوريتا ديكوري ديكوريتهم دي عفوا بهذوك لي فلوغ فوالا وبالنسبه للفراش حنا جينيرالمون جزائريين ولا سبيسيال كل وحده وتقاليد تاعها انا نعطيكم الفكره فقط هذا الفراش المخاد وال واللحوف كيما كتشوفو مخدومين بال لا في البيج وهادو لي كوفغولي فوالا انا نعطيكم اون جينيرال وانتم الصوره ولا الفيديو راه واضح كما كي كيما كتشوفوا ما شاء الله هذا الصالون جاي شباب بزاف عنده السويت تاعه هذا في الغوز وهذاك الصالون منا جاي في الكري واللي جوتي تاعو الكري بالغوز وتاين كاين افلور كيما كتشوفوا وهذا الفورير تاني جاي في البلون وهذوك المخات تاني صغار ولا لي جوتي تاني في في الفورير وهذيك الطابله تاني لا طابله هذيك في البلون تتماريه مليح مع الصالون في الكري وهذاك فوالا ال... وكيما راكم تشوفوا البنات هذو السنيطقات ولا لي بواط كيما هذا الطبق كيما راكم تشوفوا البنات هذا الطبق دوك نوريكم بالواحد هذا الطبق راه فيه لي تاع العروسه والطبق الثاني هذا اللي في البلو ثاني فيه لي كوزميتيك تاع الزوج هذا الطبق اللي من فيه لي صوندال وحاشاكم الصبابط الطبق اللي من الغاد ثاني فيه لي ساك كل واحد والسولي تاعه على حسابه اسورتي هذوك آه لي دغا ثاني كل واحد الموديل تاوعه الدراب فيها فيه لي فيه وفيه دغاوس ثاني كل واحد و كوليغ تاعه هادو كل المخاد راهم تما البنات لي كوفغولي هادو كل المخاد لي راهم من الفوق جايين في البلون كاسي و في الغوز كل واحد الكوفغولي تاعه فوالا هاد السنيوا ولا هذا لو بلا في الدوغي و هادوك لي موس معاهم اسوختي تاني فوالا ان شاء الله تكونوا ديتوا فكره من هذا الفيديو تنال الاعجاب تاعكم وتدوا الفكره فكره شابه هذا المخاط تاني لهم بهذيك الحاشيه وخدمت لهم ان كما راكم تشوفوا في الوسط تاعها تاني جاوا شابين بزاف هذا لو تابي ثاني لو في لو غري بالغوس كلير ثاني ولي صندلي. لي هادو لي تاع الـ تابعين الصالون على حسابه وهذيك الطابي اسورتي أه تاني مع الـ مع الفراش فوالا هاد ليدغا كما كيما كتشوفوا هذا الغوز هذا تاني افلور شوفوا جاي ما شاء الله تاني هادو تاني خدمتهم طوب توب تي توب هذا تاني في الموطاغ تاني هادو لي دغا راه طوندونس كيما كتشوفوا هادوك تاع لي تاني هذا في الكاسيس تاني ما شاء الله هذا تفتحوه هاد لو بلا تاني في الدوغي تاع لي غاتو ولا تاع الديكوراسيون ولا تحطيه فوق الطابله ولا فوق كوافز وتحطي فيه لي بارفان تاعك تاني يجي ما شاء الله تاني هذاك هادو قطعني لي كوفرتور ثاني يعني ميم هما لهم هذوك الحاشيه داك الديكور وهذا المخيط اللي قلت لكم عليهم هذو تاع لي اللي حطتهم هنا في في البيج وفي في الغوز بيبي ثاني هذوك لي كي تفتحهم يجوا ثاني ما شاء الله وباقي الجهاز راكم عارفين يكونوا في في لي فاليز ما نقدوش نوروهم هاد كيما كتشوفوا البنات هادو لي سولي ثاني هادو ما شاء الله شوفو كاين في البرونز كاين في النوار بالدوري في البلون وكاين لي بوشيت تاعهم ثاني اسورتي وكل وحده مقدورها البنات كل وحده دير على واش طاقت المهم لهنا تتهنى ان شاء الله ما هادو الصوالح ولا هاد لي توني وكاع كاع زياده هادو لي سيرفيات تاني داتهم في هاد السليله ودرت لكم هذاك الفينه وال والحاشيه ديكو هذه المقامه تاع الحمام القبقاب كما كنت تشوفوا القب هاد الساك هذه الم الحلقه عدّتكم فيديو سبيسيال ليها باش تشوفوها مليح ونشرح لكم مليح العادات تاعنا والتقاليد تاعنا ثاني مقامه مخدومه ما شاء الله طوب دي توب وعلى هذوك لي سيرفي تاعها حنا العاميه تاعنا نقولوا بشاكر عم يخدموهم كل برنوس ثاني هذوك راهم طوندونس هذه لا تاع الحمام كما كتشوفوا فوالا voilà. uh, هذا ثاني السلل راهم فيهم لي بارفان لي كوزميتيك كل حاجه ونخلوها وحدها هذو لي بارفان مام هذاك السله درت لها تاني الفينه باش تجي ديكور شباب هذه تاني سله وحده اخرى فيها غير لي كوزميتيك لانجات دي ماكيون هذاك لو لي جيل دوش كل شيء شامبو المهم هنا عممت لكم فقط هاد السنيت قا تاني الكادو تاع تاع لو ماري تاني الراجل يديروا له السورتي تبع ولي كوزميتيك تاعها وكل وحده مقدورها انا عطيتكم الفكره فقط وانتم دبر راسكم هنا تاني الـ هاد الـ تاني هاد والا... لي تاني لي صابون ايتو فوالا تاني هادوك الحوايج غير صغار تاني نديروهم